كل سيدة تبحث عن الجمال والكمال، أكيد ما راح نقول هاجس ولا راح نقول شبح النحافة والجسم الممشوق المثالي، بس نقدر نقول إنه هي الرغبة الملحة لدى العديد من السيدات إنهم يوصلوا للجسم المثالي، وأكيد يحافظوا على أجسامهم أطول فترة ممكنة. هل ممكن الشيء هذا يخلي الجسم ممشوق يكون فعلا هو مثالي، ولا ما قدرنا نوصل له بالطرق العادية؟ ممكن نلجأ أو عن طريق التمارين ممكن نلجأ لكثير من الحالات أو الأجهزة اللي ممكن نسميها أجهزة النحت لبدائل النحف. هنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، أرحب بضيفتي في الاستديو بالدكتورة رجاء النوري، طبيبة جلدية وتجميل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم حبيباتي، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا فيك. نورتين أكيد كالعادة دكتورة رجاء. يعني حبيبتي، سيدات يروحوا يسووا تمارين، سيدات يعملوا رجيم، سيدات يعني بيبوا يوصلوا بأي طريقة ليكون جسمهم مثالي، خصوصا لما نتكلم عن لا تطالعيني كثير. أنا ما أقصدك، هم دائما واقصدينك يا عبير، دائما العين عليك. الفكرة واضحة مرة، يعني الجيم والطالع. أنا بوزع الحوار عشان تشاركوني معك بس. طيب من غير ما أطالع في عبير، أنا آسفة. اللي بيصير أحيانا إنه الطريقة الأسهل أو تكون في طرق بديلة للنحت. أيوة نحت الجسم، إيش مفهوم نحت الجسم هذا؟ طيب نحت الجسم أو الليبو سكالبتشر، طبعا هو من اسمه نحت للجسم. من اسمه نحت الجسم، هي عملية فيها إزالة للدهون المتراكمة، الدهون العنيدة بتكون في منطقة أو عدة مناطق من الجسم. طبعا هذا الشيء إيش بيهدف لي؟ بيهدف إلى أنه الواحد يظهر بشكل أفضل، النتيجة بتحصلي على قوام جميل وشكل أكثر متناسق، يعني تناسق وسلاسة، فهو هذا مفهوم يعني نحت الجسم. طيب مين يعني في بنات كثير تروح تبغى تنحت جسمها وهي يعني ما في داعي انه انت تعملينه، اشياء بسيطه ممكن انت تعملينها تمارين او اشياء ما تخليك تلجئين العمليات او نحت مثلا، بس برضو يروحون يلجؤون لها العمليات. مين ممكن تقررين انه هذه تصلح انه هي تعمل عمليه او هذه لازم انها هي اللي تعمل النحت؟ طيب شوفي، احنا نقول كل الفئتين سواء من الرجال او من الحريم، يعني الموضوع مو بيختص بس الحريم، ترى والله حتى الرجال ترى بيهتموا في هذه الاشياء. ايوه يعني شوفي، رجال ونساء يعني كلاهما بينفع انهم يسووا هذا الاجراء، لكن لاي احد عنده دهون عنيده او متراكمه في منطقه ما، بس لازم في شروط. ايوه في شروط، اللي هي ايش؟ انه يكون يعني عنده عزيمه وعنده هدف وعنده نمط صحي سليم وتغذيه صحيه سليمه. يعني الواحد ما اكون انا بس فاست فود واحب السكريات ودكتوره ما اقدر اخليها وما ادري ايش، واجي ابغى رسم الجسم ينفع معايا او يجيب نتيجه وانا مش مغيره ايش يعني نمط حياتي. فهذا الشيء لازم مهم عشان تنجح هذه الخطه او هذا البروسيدر. الشيء الثاني كمان انه الواحد يكون صحيا سليم، يعني يكون هيلثي، انه ما يكون عنده امراض خطيره، ناس امراض القلب، الكلى، الاوعيه الدمويه، هذه الاشياء احنا بنتفاداهم، فايش بيكون احسن يعني عشان ما يكون عندهم شيء يعني الإجراء هذا يزيد الخطر عليهم. الشيء الثالث، في ناس بيفقدوا وزنهم ويثبت وزنهم، يعني أنا خلصت خلاص نقصت 10-12 كيلو وزني ثبت، ما يبغى بقي لي هذه المنطقة بقي لي ما أدري إيش، فهذولا عادي ممكن ننصحهم بشكل كبير إنه يتجهوا لهذا الإجراء لأنه هيساعدهم. يعني بتضحك دكتورة رجاء، بتضحك. طب أنا أقول حاجة وتعقد هذا السؤال، يمكن يهم كثير من الناس، كيف أو إيش هي المناطق تحديدا اللي يتسوارها النحت؟ لانه في ناس او في اخبار كثير، في ناس يقول لك يتشال ضلع ما يتشال ضلع، بس خلينا نتكلم عن هذه عمليات جراحيه كبيره بالضبط. الناس وصلت لدرجه انها تروح سيرجيكال يعني اوبريشن، تكسر فيها الريبس الاخيره علشان يحصلوا على وسط باربي. من جد يعني الناس بتعمل عمليه دي، بيشيلوا اخر الريبس، اخر الضلعين هذه بيشيلوها ويسووا هذا الشيء. فهذه اشياء كبيره ويعني احيانا تكون صراحه مش حلوه، يعني في ناس بينحت، الواحد هو كل ما كان اقرب للطبيعه والناتشر بيكون افضل، يعني من انه ايش يكون يعني فيك كده وكله على بعضه شكل جديد. يعني الاصل حقك حلو يا جماعه، الاصل حلو. فهذا الشيء شوفي، انت يعني عارفه الحين هذا الزمن، قولي ايش اللي ما صار المكان الماء ما يلمسه وما يجي جنبه، لانه كل شيء صار يعني. طب غير الخصر دكتوره رجاء، ايش هي المناطق اللي تنحت؟ رقم واحد البطن. سواء عند الرجال، عند الحريم، الرجال بيجوا السكس باكس هذه بيحبوا يظهروها، فهذه الاشياء بتنفع معهم. نفس الشيء الحريم، هي مش
مشكلة الرجال والحريم البطن، اللف هاندلز الخاصرة الخصر ولا هذه الأشياء، الظهر، الثنيات المنورة، هذه الناس بتحب تشيلها علشان يظهر القوامة والشيبينج، هذا نفس الشيء، الأرداف، الساق، الزنود، الدقن، جسم كله كله صار بتشيلي بس وينحد وكله. اوكي دكتوره رجاء، طيب احنا تكلمنا شوي بتفاصيل هذه الانواع من العمليات التجميل يسمونها اكيد، لكن بنعرف شو مخاطرها، يعني ايش الواحد يحط في الحسبان قبل ما يقدم على تجربه زي كذا او قرار زي كذا، لان القرار مش سهل. يعني في ناس كثير صارت عندهم مضاعفات، وانا شخصيا اعرف احد من العمليات خارج خارج المملكه يسافرون يسوونها بما انها ارخص، مضاعفات ممكن انها تؤدي وفاه. ايوه شيء مره يخوف، بس نبغى نعرف ايش الاشياء هذه اللي ننتبه لها. طيب طبعا شوفي، هو لو احنا هنتكلم من ناحيه ماشينز، الأجهزة كشكل جنرال ما في عليها أي مخاطر أو ريسك، يعني السايد إفكت جدا بسيطة، ريدنس اللي هو إحمرار، بروزينج، كدمات من أثر الجهاز والضغط، يعني بين والبين حتى أو الألم ما بيكون عند كل البيشنت. أيوة محتمل، في يعني بتختلف من قدرة واحدة للثانية، تلاقي واحدة تحتمل هذا الشيء بنفس الباور، واحدة تانية تقول لك لا أنا مش قادرة أتحمل، فهذا بتختلف. هذا من ناحية الماشينز. لو أنت بتتكلمي عن أوبريشنز أو جراحة، طبعا في مخاطر، يعني اللي هي زي أي سيرجري انت ممكن تسويها في اي حاجه، ممكن يحصل انفكشن او عدوى التهاب، يعني ممكن يحصل يعني لا قدر الله اللي هو التجلطات الدي بي تي او الكلوتس من عدم الحركه، من الالام، الاشياء هذه، ممكن الكومبليكيشن حقه الانستيزيا نفسها، التخدير، او لا قدر الله اذا كان الطبيب نفسه مش متمرس. فعشان كده الواحد لازم يختار واحد سبيشاليست او متخصص في هذا الشيء. يعني في ناس بتدور انه انا اقلل التكلفه وتمشي لاي طبيب وبتروح هي فيها يعني. فهو الواحد ايش يعني ما يستخسر في نفسه وينتقي الدكتور الصحيح والمكان الصحيح. يعني ذكرتي دكتوره انه في طريقتين لنحت الجسم، اللي هي العمليه عن طريق الماشينز، سواء كان بهذه المنطقه او اي منطقه في الجسم والبطن، حتى المقلوب بيتنحت كله، يعني ممكن عن طريق ماشين معينه او انه ممكن عن طريق الاجهزه اللي هي اللي زي ال بي جي وغيرها. عاد انا ما اعرف ما شاء الله يعني سايره في لها عوائل كثير، الاجهزه بتطلع جديده. صحيح. طيب لو نتكلم عن النتيجة، يعني مثلا هذه المنطقة بالعادة ما تكون أوفر كثير، وكثير من السيدات بيقول لك لا طبعا هي تخدير موضعي فخلينا أسويها عملية بدل ما أسويها بالماشين. طيب دكتورة، النتيجة المتوقعة هي نفس النتيجة أو لا؟ طيب نشوف، نكون واضحين وحقيقيين. يعني شوفي، المصداقية ما في أحسن منها. إحنا الشغل حق التجميل الكوزماتيك هذا كثير يعني صار بزنس وتجاري، فالبيشنت بتيجي مو عارفة شيء، ممكن عادي الدكتور يمشي أو يلا ويحرك شيء، فهو المصداقية جدا مهمة. الماشينز كلها از جنرال لو وقفتي على الميزان ما بتقلل من وزنك، انت ما قاعدة تخسري وزن، الوزن هذا على كامل الدهون في كامل الجسم موزع، ولكن ايوه لكن بتقللي السيركمفرنس او المحيط، بتخسري سنتيمترات، يعني مثلا مقاسك كان 35 هيصير 32 مثلا زي كده. فالشيبينج هي بتعتمدوا ايش الماشينز هذه، بتلاقي الخسر، البنطلون لما تيجي تلبسي شكلك في المراية رونق بيكون احسن، ممكن ما تكوني خسرتي وزن لكن ايش الجلد. ايوه الشكل اتحسن، فهذا هو الماشين. فليش؟ لان زي ما قلت لك بتكوني انت بتشتغلي على منطقه بتشتكي منها دائما مضايقاك، يعني بس انا اعتقد في لبس او حتى في ملابس السباحه الاشياء هذه بتضايق في الحجر. سؤال رؤى مثلا، كمان في نقطه، هل تكون العمليه او النتيجه اسرع من الاجهزه؟ صح، ممكن. أيوة. كمان ضمن الاشياء هل العمليات يعني ايش افضل، ايش بتفضلي بشكل طبعا عام؟ برضك بتعتمد الديبنس يعني اون ذا بيشنت، على حسب المريض. المريض لو جاييني مثلا وزن كبير، يعني انا ما هضحك عليها اقول له في ستريتش مارك والبطن نازله ودهون، هقول له لا امشي سيرجري، انت يبغالك سيرجري، او هفهمها في دهون بتنمسك، الدهون هذه الدهون هتتفتت بالجهاز. صحيح. بس الجلد راح يترهل، في ترهل هيحصل للجلد، هذا مش تبعنا، هذا تبع السيرجري. فلازم فانت يعني هتكملي كده، لانه في ناس القدره الماديه ما بتسمح. نعم. السيرجيكال اوبريشن تكلفتها معروفه، الكوست كبيره. صحيح. فهذا الشيء فبتختلف، لكن الجاستريك سليف، الباي باس اللي هو تحويل الامعاء والتكميم، هذه فقدان وزن من غير شيبينج.
يعني الوحده بتنزل نزول سريع بتلاقي ايش في سايد افكت ترهل الجلد. صحيح. طبعا لازم تدخل في دوامه ثانيه حقت ايوه الجلد وازالته هذا الشيء. اذا دكتوره رجاء انا افهم من كلامك انه نحت الجسم يختلف تماما عن عمليات انقاص الوزن، نحت الجسم أيوة. ما في اي انقاص الوزن أيوة. هو فقط عمليه تغيير لشكل أيوة. الجسم أيوة. انا اشكر تواجدك معنا يعطيك الف عافيه وما قصرتي. انا سعيده اكثر بوجودي معكم. اهلا وسهلا. اهلين مشاهدينا، فاصل مكملين اخر فقره لليوم.